أهلا بكم من جديد. تشهد مدينة حلب المحاصرة قصفا مكثفا للطيران الحربي والطيران الروسي، موقعا بذلك وفق إحصائيات طبية نحو 300 قتيل وجريح جلهم أطفال ونساء، فيما خرجت العديد من المراكز الخدمية والمنشآت الطبية عن الخدمة بسبب استهدافها المتكرر. إذن حول الموضوع من جديد أرحب بضيفي عمار سلمو مدير الدفاع المدني بحلب عبر الهاتف مباشرة من ريف حلب. سيد عمار أهلا بك. القصف يتجدد باستمرار على حلب، على أحيائها المحاصرة من طائرات النظام وأيضا من طائرات روسية، آخر حصيلة إلى الآن وما جرى هذا اليوم بالتحديد؟ تمام. بعد يوم جهنمي، يوم أسود عاشته مدينة حلب بأكثر من 160 غارة قصفت حلب البارحة، كان هناك أكثر من 100 شهيد، كان هناك أكثر من 150 جريحا، تهدم أكثر من 40 بناء، وخروج مركزين من مراكز الدفاع المدني عن عمل، وخروج آليات المجلس المحلي أيضا عن عمل. اليوم عاود الطيران الحربي قصفه لمدينة حلب، ففي تمام الساعة الواحدة ليلا بدأت حملة القصف بأسراب من الطائرات، أسراب من الطائرات تتناوب على قصف المدينة حتى الساعة الخامسة. من الساعة الواحدة حتى الساعة الخامسة تم تسجيل أكثر من 60 غارة على مدينة حلب، جل هذه الغارات بالقنابل العنقودية والقنابل الاهتزازية. هذه القنابل دمرت العديد من المباني. اليوم حتى هذه اللحظة سجل 92 شهيدا وأكثر من 200 جريح. كثرة الجرحى اليوم بسبب استخدام القنابل العنقودية على بستان القصر. بستان القصر حيث هذا الحي مأهود السكان، تجمع كان هناك تجمع للمدنيين يحاولون شراء مادة اللبن عندما قصفوا بطائرات بقنابل عنقودية، أدى إلى إصابتهم جميعا، نقلوا إلى مشافي. المشافي الميدانية اليوم عاجزة عن استقبال حتى الحالات البسيطة. المشافي الميدانية في حلب لم تكن تعالج الإصابات الحرجة، فقط كانت تعالج الإصابات الخفيفة أو الإصابات المتوسطة. اليوم المشافي الميدانية أصبحت عاجزة حتى عن استقبال الحالات البسيطة. الدفاع المدني أيضا اليوم يستجيب بفريقين، لا يستطيع أن يستجيب لكل هذه الكوارث، 12 غارة في نفس الوقت. إلى أين سنذهب لا نعرف، من يضرب، أين يضرب لا نعرف. الطائرات تم المكان، وكما قلت أسراب الطائرات نعم. سيد عمار، الدفاع المدني حضرتك مديره في حلب، إذا ما تحدثنا أيضا عن الجهود التي تقومون بها، محاولة إغاثة المدنيين، محاولة إسعاف الجرحى، أو حتى محاولة حماية النساء والأطفال. نعم، نحن لدينا 120 متطوع في 4 مراكز في حلب. هؤلاء المراكز يعملون ليل نهار، ليس اليوم، قبل الهدنة وبعد الهدنة يعملون، يواصلون الليل بالنهار لمحاولين لتخفيف المعاناة عن المدنيين، في الإجلاء، في نقل المصابين إلى المشافي، في استخراج الناس من تحت الأنقاض، حتى في نقل المياه في بعض الأحيان. أما الآن فنحن لا نستطيع حتى نستجيب لهؤلاء الذين يصرخون من تحت الأنقاض. هناك ناس ماتوا تحت الأنقاض وهم يصرخون دون أن نصلهم بسبب أننا عاجزون عن الوصول إليهم. فرقنا لا تستطيع أن تغيط كل هذا القصف، هذا الدمار الحاصل. كما قلت لك 12 مجزرة تحصل في نفس الوقت، 12 مبنى يتهاوى في نفس الوقت. اليوم هناك 7 مباني تهاوت ولم تقصف بسبب القنابل الاهتزازية. هذه القنابل تجعل المباني تهتز، ومن ثم بعد ربع ساعة يسقط المبنى المجاور والمجاور والمجاور. اليوم في بستان قصر هناك سقوط للمباني دون أن تقصف بسبب القنابل الاهتزازية. هذه القنابل كالزلازل الأرضية، تكون هناك تحصل كالزلازل الأرضية. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة عمار سلمو مدير الدفاع المدني بحلب، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من ريف حلب.